تمكنت مملكة البحرين من تحقيق قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية الرقمية العالمية لعام 2024 والصادر عن مركز التنافسية العالمية متقدمة 8 مراتب لتصبح بذلك من أفضل 30 اقتصادا عالميا. ويعكس تحقيق هذا الإنجاز الجهود الحثيثة للمملكة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وقدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي. قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي الذي لم يكن التقدم فيه وليد اللحظة، بل بدأ عبر تنفيذ خطوات ثابتة ومدروسة للوصول بالمملكة إلى مكانة عالمية وتحقيق نجاحات وإنجازات يشار إليها بالبنان في هذا المجال، ما جعلها وجهة مفضلة عالميا لكل الباحثين عن بيئة متكاملة متطورة ذكية تتبنى كل جديد، إذ تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح دولة مرتكزة على توفير خدمات حكومية ذكية ومتكاملة وتقدم خدمات توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أفراد مجتمعها وتلبية احتياجات وتوقعات الأفراد والمؤسسات بكفاءة وفعالية مع ضمان الأمان والخصوصية لبياناتهم. وتواصل مملكة البحرين خطواتها بنجاح نحو تعزيز تنافسيتها الرقمية، حيث تحسن أداء المملكة بواقع 8 مراتب لتصبح بذلك من بين أفضل 30 اقتصادا عالميا بحسب تقرير التنافسية الرقمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إذ حلت مملكة البحرين في المراكز العشر الأولى ضمن 14 مؤشرا منها مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبراني ووفرة المهارات الرقمية التكنولوجية وفي تطوير وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. ويأتي التقدم المستمر ضمن تصنيف التنافسية العالمية ليترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل فريق البحرين ضمن مختلف القطاعات، مدفوعا بمجموعة من العوامل التكاملية التي تتلاقى في السعي المشترك لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام وبناء قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.